مع الحكيم مع الدكتور عبد العزيز الراجحي. مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مع حلقة أخرى من برنامجكم مع الحكيم، وضيفنا اليوم الدكتور أشرف صبري. الدكتور أشرف هو استشاري ورئيس وحدة تجميل الجفون ومجرى الدم وحجاج العين بمركز مغربي طريق المدينة بجدة. أهلا وسهلا بك دكتور أشرف. أهلا وسهلا دكتور عزيز، وسعيد بوجودي مع حضرتك ومع المستمعين. دكتور أشرف، بسألك اليوم عن كسور الحجاج. أول شيء ممكن تشرح لنا وش الحجاج بالضبط؟ حضرتك الحجاج هو العظم العظم التجويف العيني، يعني العظم المكون للتجويف العيني اللي موجودة في المقلة وعضلات العين، فهو ده اللي بيحمي العين ربنا سبحانه وتعالى، بما ان العين عباره عن مقلوقه فربنا حاميها ان هو حاطيها في حاططها في التجويف اللي هو العظم اللي هو اسمه الحجاج. جميل. يعني الحجاج لو مثلا انا ببسطها، يوم نشوف صور لهيكل عظمي، الفتحتين اللي هي مكان العيون بالضبط، اللي هو مكان اللي بيحط فيهم العيون بالضبط، هذه الغرفه العظميه، خلينا نقول غرفه من عظم هي اللي تحمي العين. ما هي الاسباب اللي قد تؤدي الى كسر الحجاج يا دكتور اشرف؟ طبعا هو كسر الحجاج له اسباب كثيره قوي، ممكن تكون اسباب شديده زي حوادث السيارات او الخبطات او كلام من ده، او الواحد اللي هي برضو المضاربات، واحد بيضرب مع الثاني، وممكن تكون فيري سيمبل او بسيطه جدا، ان طفل صغير ماشي وقع بس خلاص، وقع على جدار، وقع على رصيف، فبيحصل له كسر من كسور الحجاج. زائد في اسباب ثانيه طبعا، ان هو دايما بنشوفها في الاطفال، ان هو يكون الاثنين بيلعبوا مع بعض كوره بينج ولا حاجه، فكره البينج جت في العين وحصل كسر في الحجاج. هل الكسر يا دكتور يكون عاده مؤلم؟ الكسر مؤلم لو حصل معاه نزيف، او لو حصل معاه ان العصب فيه عصب موجود في الجدار السفلي للعين، لو بدا ان هو يتاثر، هو مش الم قد ما هو تنميل، بيبقى فيه تنميل في الوجه ناحيه الكسر اللي موجود. طيب هل ممكن يحصل تصير لي ضربه مثلا ويكون حصل كسر؟ طبعا بعد الضربه على طول بيكون نوع من الالم، وبعد ساعه ساعتين يختفي الالم، هل ممكن برضه مع اختفاء الالم يكون فيه كسر؟ اي فن ممكن يكون الكسر بيبقى نتيجه تاثير على العصب او نزيف جوه، لو نزيف وقف او تاثير عصب راح الالم بيروح، لكن ما زال الكسر موجود. علشان كده معظم المرضى او كل المرضى اللي بيجي عندنا في خبطه في الحجاج، خصوصا في السن الصغير، بنطلب منهم ان هم يعملوا اشعه مقطعيه عشان نطمن اذا كان في كسر او ما فيش. طيب ليش يا دكتور تسوي، يعني انا لو بسالك من العامه السؤال زي هذا بقول لك انت ليش تسوي الاشعه مقطعيه غاليه عشان تاخذ مني مبلغ كبير وانت تقدر تسوي اشعه عاديه؟ الاشعه العاديه ما تطلع الكسر؟ الاشعه المقطعيه بتطلع مكان الكسر بالظبط، تاثير الانسجه، هل هي داخله في الكسر ولا مش داخله، هل العضلات داخله في الكسر ولا مش داخله. الاشعه المقطعيه بتبين اذا كان في كسر وبس، لكن ما بتبينش العلاقه بين الكسر والانسجه المحيطه بيه. واحنا مهم عندنا قوي عشان التشخيص والقرار العمليه او قرار ما هنتابع، مهم قوي نعرف اذا كانت الانسجه دي داخله في الكسر او مش داخله، فعشان كده الاشعه المقطعيه تديني فرصه اكبر ان انا اعرف التشخيص والعلاقه بين الكسر والانسجه المحيطه. طيب دكتور، لو انا لي زميل او حتى واحد من الابناء حصل له اصابه في الوجه في جهه حجاج العين، ما عاد في الم او الالم اصبح خفيف، هل في مظاهر معينه انا اشوفها بما انه هذه الغرفه اللي حامله للعين؟ هل مثلا العين تتحرك تنزل تحت؟ هل في شيء معين انا اشوفه اقول احتمال في كسر لازم اروح في المستشفى؟ ايوه، في شكوى المريض ممكن يشتكي منها اذا كان شاف رؤيه مزدوجه، اذا كان بيشوف حاجه اثنين، او اذا كان حاسس بتنميل في الخد، او اذا كان في نفس المكان الكسر، او حاسس ان العين داخله شويه عن الثانيه او خارجه شويه عن الثانيه، داخله شويه عن الثانيه نتيجه ان الحجره العينيه وسعت فالعين بترجع لورا، فده برضو بيؤدي الى ان احنا لازم نشك اذا كان في كسر في العين، او اذا كان الالم في العين استمر زي ما حضرتك قلت كده، او يعني فهم اهم حاجه الرؤيه المزدوجه، تنميل في الخد، او دخول العين او خروجها الى الداخل او الخارج. وبرضه حاجة مهمة قوي، عدم انتظام حركة العين، يحس ان فيه تقل في حركة العين نفسها. طيب ذكرت دكتور انت من ضمن الاسباب الكسور هو الاصابات المباشرة او القوية، حوادث مرورية او اصابات قوية نتيجة عراك او شيء من القبيل. هل لعب كرة القدم مثلا لو ضربت الكرة بالوجه او بمنطقة حجاج العين، هل هذه ممكن في العادة تؤدي الى كسر؟ هو ربنا سبحانه وتعالى خلق ان العين اللي هي ريكويل، اللي هي ممكن تمتص جزء من الصدمات، لكن لما تكون خبطه شديده ومباشره ممكن تؤدي الى كسر في الجدار الاسفل من العين، خصوصا لو عرفنا ان الجدار الاسفل والجدار الانفي للعين اللي وراهم جيوب انفيه، فبالتالي سهل الكسر، وجدارهم رقيق شويه، فبالتالي سهل الكسر باي خبطه ممكن تحصل.
لو الخبطه شديده قوي ممكن نحسب كسر مباشر للعظم، ممكن نحسب كسر غير مباشر عن طريق زياده نتيجه الخبطه، خبط في العين بيزود ضغط العين داخل حجات فبيحصل كسر في الجدران الضعيفه زي الجدار الاسفل والجدار الامامي. جميل. طيب كأنك ذكرت أنت دكتور قبل شوي في شرحك أنه في بعض الحالات تقوم فيها بعمليات إذا حصل كسر، وفي بعض الحالات ما تعمل فيها عمليات، ممكن تشرح لنا شوي في النقطة دي؟ بالنسبة لنا في بعض الحالات لو اتكلمنا عن كسور حصلت في طفل صغير أو كسور في ناس كبار، لو حصل في ناس كبار وما فيش رؤية مزدوجة، إذا كان في ومفيش تنميل في الخد شديد والعين في موضعها، فديت ممكن بنلاحظ بس بنعمل أشعة ونقعد المريض تحت الملاحظة ونشوف الأمور ماشية إزاي، بنتابع بفحص عضلات العين وبعد شهر أو شهرين ممكن نعمل أشعة مقطعية تانية نطمن إذا كان الكسر لأم ولا ما لأمش، لأن معنى إن عضلات العين كويسة أو انتظام حركات العين معناها إن مفيش ألسجة داخلة في الكسر، بالتالي مفيش داعي إن احنا نتدخل بسرعة. لكن بنتدخل بسرعة لو كان العين سقط لجوه، يعني العين داخلة لجوه قوي، إذا كان في رؤية مزدوجة مستمرة ومضايقة المريض دي معناها إن العضلة ماسكة في العظمة، فبالتالي لازم نعمل إخراج العضلة من مكان الكسر، وعدم انتظام حركة العين دي معناها إن في مشكلة في العضلات لازم نستدرك ونشوف الأمور ماشية إزاي. غير كده ممكن بنتابع المريض من فترة للتانية. بالنسبة للأطفال، مشكلة الأطفال إن حتى الكسور بتحصل نتيجة الخبطات البسيطة، بيجي حتى بنقول عليها بالإنجليزي وايت آيز سيندروم، يعني العيان بيجي عينه بيضة جدا ما فيش فيها أي أثر، حتى بتاخد وقت عشان تقنع والد المريض أو أهل المريض إن ده محتاج يعمل أشعة، لأن هو بالنسبة له مش شايف إن فيه مشكلة. المشكلة بسيطة جدا إن هو ما بيجي يبص فوق بيحس إن رؤية مزدوجة بسيطة، وفي بعض الأطفال الصغيرين ما يقدرش يوصفوها. فكل الأطفال اللي تعرضوا لحوادث لازم نعمل لهم أشعة مقطعية، لو لقينا ما فيش عضلة داخلة في الكسر بنتابعه وبنلاحظه وما نعملوش أي حاجة، بنتابعه على مدى 3 شهور. لو حصل إن احنا لقينا عضلة داخلة في الكسر فده تعتبر من الحالات الإمرجنسي اللي لازم نخش بسرعة نعملها، إن هم في الأطفال لما تكون في عضلة داخلة في الكسر دي بتأثر على ضربات القلب، ممكن تعمل مشكلة في القلب، فعشان كده دي تعتبر من الحالات الطارئة الواجب التدخل فيها. إذن هذه رسالة لجميع الأهالي، أي إصابة قوية للطفل في الوجه وبالذات إذا حصل فيها تأثير على شكل العين أو وضع العين أو حركة العين أو شكوى من ازدواجية، يجب الاستعجال بالذهاب إلى الطبيب إلى المستشفى وبالذات طبيب العيون للكشف عليه والتأكد من عدم وجود أي كسور. بالضبط. طيب الكسور يا دكتوري اللي في البالغين، هل هي عملية تعتبر عملية مستعجلة أو هي عملية ممكن تنتظر يوم يومين إلى أن يجهز المريض؟ لا ممكن تنتظر، لا ما دام المقطع العين سليمة وما فيش فيها مشكلة فممكن بننتظر لحد من الإديمة اللي هي التورمات ما بعد الكسر، إذا كان في نزيف يخف شوية ممكن بننتظر ما فيش مشكلة خالص، يعني لحد أسبوعين نعتبر في الأمان ما فيش مشكلة لو كنا ناويين نعمل عملية. لكن الحالات في بعض الحالات الكتير اللي بتحتاجش عملية بنعمل لها ري اسسمنت تاني ونشوفها كمان اسبوعين ونشوف الامور ماشيه ازاي. طيب احنا تعودنا دكتور دائما كل ما نقول كسر معناته جبيره كسر بالضبط، كسر الحجاج شلون تجبره شلون تثبته؟ الكسر الجبيره ده مثلا في العضد او في الايد ان احنا بنرجع العظم لمكانه، لكن ده كسر في الحجاج زي ما قلت، الحجاج زي ما قلت الكسر عباره عن العظم رفيع جدا فالعظم بيتكسر ما يبقاش فيه عظم تقدر تعمل له كبيره، فاحنا الترميم ان احنا بنحط الجدار الصناعي، بنحط حاجه زي الجدار الصناعي في مكان الجدار الطبيعي. في مواد كتيره قوي بتستخدم، اما اللي احنا بنستخدمه جديد دلوقتي ماده اسمها الميدبور اللي هي عباره عن ماده مرجانيه بنحطها مكان الجدار اللي اتكسر بحيث انها تعمل كجدار صناعي، بعد فتره بتبقى كجزء من الجسم بيحصل فيها نوع من انواع الدم بيخش فيها بتبقى زي الطبيعي بالظبط. إذن هي مادة مرجانية توضع مكان الجدار المكسور ومع الوقت تنمو عليها الشعيرات الدموية بالزبط. وتنمو حولها وتصير جزء من الجسم. بالضبط. إذن أفترض ما تحتاج لا تغيير ولا إزالة ولا تبديل. لا بتحتاجش تغيير ولا إزالة ولا أي حاجة لأنها بتتكون بعدها على العظم غير لقدر ضرب حصل من أنواع الالتهابات تأكد ما دمنا غير. هل في مواد معينة تحطونها؟ هل في بعض الكسور الكبيرة اللي احنا نعرف عنها احيانا تثبت بمسامير تثبت بحدايد، هل برضو كسور الحجاج ممكن تثبت بمواد معدنية؟ بالضبط، ولو كان الكسر ما يشملش جدار العين اللي هو الحافة الخارجية العين فبنحط الميدبور اللي هي الجدار الصناعي، لكن لو كان الكسر بيشمل الحافة الخارجية للحجاج اللي هي جدار الحجاج نفسه فدي بنحط مواد زي تيتانيوم مواد كده، بنحط مواد معدنية عشان تثبيت اكتر للجدار العين.
طب هذا يخوفني دكتور، مواد معدنية يعني لو رحت المطار ومريت من الجهاز كل شوي حيرن عليه الجهاز. طبعا دي مشكلة. دلوقتي احنا بندي دايما للمريض حتى لو المواد دي، في مواد جديدة ما بترنش، لكن كده كده احنا بندي للمريض تقرير كامل ان هو محطوط له مادة كذا في الناحية الفلانية، بحيث ان هو يكون ده سكيور له في اي مكان يمر فيه. جميل جدا. العمليات هذه دكتور هل جميعها تقام او تجرى من مقدمة الوجه بحيث انه يبان اثر العملية، او في طرق مختلفة لإجراءها؟ في منهم طبعا بيجرى عن طريق جرح خارجي في الجفن، لكن دلوقتي احنا معظم العمليات دي بنجريها عن طريق الجرح داخلي بحيث ان ما يبقاش فيه اي جرح خارجي. جميل. هل داخليا بحيث من نفتح الملتحمة بحيث ما يبقاش فيه جرح خارجي في الجفون خالص. جميل. هل العملية دكتور تطول؟ هل هي عملية تحتاج تنويم؟ وهل البنج يكون موضعي أو بنج محلي أو بنج كامل؟ بالنسبة للأطفال طبعا لازم يكون بنج كامل. بالنسبة للكبار بنديهم مهدئ أعصاب وبنديهم بنج موضعي في المنطقة ديت، وبالتالي ممكن بنعمل له العملية إن شاء الله تحت بنج موضعي أو بنج محلي في المنطقة العينية. هل يحتاج تنويم المريض؟ ما بيحتاجش تنويم، لان احنا وضعنا بس 4 ساعات بعد العمليه وبعد كده بيخرج، مش مشكله. جميل جدا. هل في احتمال يا دكتور بعد اجراء العمليه وتحسن المريض انه يعود الكسر مره ثانيه؟ لو احنا حطينا جدار سواء مدبور او سواء تيتانيوم صعب جدا يحصل فيه كسر ثاني. وهل الكسور هذه موجوده عندنا؟ هل انت تشوفها بكثره موجوده عندنا في المملكه؟ للأسف بنشوف حالات كتيرة بتبقى معظمها نتيجة حوادث السيارات، فعشان كده ما بننصح أولادنا وأخواتنا أن يسوقوا يتبع إجراءات اللي هي تعليم المجتمع، تعليم المرور فقط. يعني مثلا حزام الأمان يربطه ولا ما في داعي يخرب التشخيص؟ لا لازم يربط حزام الأمان، لأن أول خبطة بتحصل لقدر الله لو واحد خبط أن الرأس بتقوم خبطة في المقود، فبتخبط دايما في المنطقة العينية، فلازم يكون حزام الأمان موجود بصفة مستمرة حتى لو كنت سايق على سرعات بطيئة. دكتور أشرف صبري شكرا جزيلا لك، كانت حلقة جدا مفيدة واستفدنا كثير، ونشكرك لتواجدك معنا. الدكتور أشرف صبري هو استشاري ورئيس وحدة تجميل الجفون ومجرى الدمع وحجاج العين بمركز مغربي طريق المدينة بجدة.